يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الجمعة طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوكه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على الأنحاء كافة. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة على معظم محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من العاصمة القاهرة. العظمى في القاهرة 25، الصغرى 18، الإسكندرية 24، 21، مطروح 23، 20، بورسعيد 25، 19، والإسماعيلية 27، 16. ونذهب إلى السويس، السويس العظمى 27، الصغرى 16، العريش 26، 17، طابة 24، 18، شرم الشيخ 28، 21، والغردقة 27، 20. نذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 30، والصغرى 17، أسوان 29، 17، الوادي الجديد 27، 11، حلايب 27، 22، وأخيرا مع شلاتين 28، 20. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن عودة للزملاء لاستكمال ما تبقى من نشرة التاسعة، إليكم. شكرا لك سارة.